يا صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة. النهاردة ان شاء الله البرنامج بتاعنا هيبقى عبارة عن فقرة مهمة جدا، احنا حبيت او اخترت اتكلم فيها لان هي محل اهتمام كتير من الناس. الناس كتيرة جدا بتسأل عليها وفي نفس الوقت ما عندهاش الثقافة الكاملة او ما عندهاش الموضوع اللي هي ملمة بالقصة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. العلاج المائي كتير جدا ان احنا بنتكلم ان في اماكن حد تعبان، حد ظهر وجعه، حد رجل وجعاه، حد مش عارف ايه، لا في علاج مائي. كلنا بنسمع الاكسبريشن ده او المصطلح ده بس احنا مش عارفين يعني ايه هو العلاج المائي. عشان كده النهاردة برحب بضيفي وضيفكم كابتن حسام جمعة اخصائي التأهيل والمساج وصاحب مركز الحسام للتأهيل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عوني، واهلا بمشاهدينا الكرام وكل سنه وهم طيبين. صباح الفل. صباح النور. ازي حضرتك؟ كل تمام. في بدايه الامر احب اوجه تحيه لنقابه التأهيل الحركي وعلى راسها الدكتور محمد سعيد والدكتور محمد بلال، دول اساس التأهيل، والنقابه اتعملت لخريجين التربيه الرياضيه لدعم مجال التأهيل في مصر. تمام. انا طبعا ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عن العلاج المائي او استخدام الماء في علاج الامراض المختلفه. عايزين نبدا بشكل تمهيد مبسط لان اكيد حضرتك عارف ان في ناس كتير قوي كابتن ما عندهاش الـ مش ملمه بالفكره. بالظبط. احنا في مصر هنا عارفين، بنسمع كتير جدا عن المصطلح ده، لكن ايه هو؟ احنا مش عارفين القصه. بالظبط. من ضمنهم انا على فكره. بالظبط. لا طبعا في ناس كتير ما فيش للاسف ان موضوع العلاج المائي ما خدش الوضع بتاعه او الشكل بتاعه بصوره واضحه غير من فتره قريبه. العلاج المائي مجهز في كان مستشفيات القوات المسلحه. العلاج المائي فكرته بكل بساطه انا هتكلم فيه بالشكل اللي هو بيستخدم من اول. كان الفراعنه استخدمته في احواض ميه، كانوا بيحطوا فيها زهور واعشاب اطريه بتتحط عشان خاطر تساعد على الايه العلاج من الامراض المختلفه. كويس. وده كان خاص بالاسره الملكيه بس. كويس. مش باي حد تاني من كتر اهميته والاستفادة اللي بتستفاد الشخص. يعني هو يعني بيها. هو من كتر ما هو كان من الرقي بتاعه وكان مختص بطبقة معينة. بطبقة معينة. آه. تدرج بعد كده من وسائل الطب الحديثة. ابتدى نستخدم الماء بأشكال مختلفة. طبعا احنا عارفين في الإصابات البنادم أول ما بيصاب بيستخدم الماء بشكل مختلف، ان هو بيوضع تلج على ايده في حالة الإصابة للمساعدة على الاستشفاء والكلام ده كله. بالظبط. طبعا في المياه السخنه دي له وظيفتها من ناحيه تحسين الدوره الدمويه. من ناحيه الاستشفاء، من ناحيه تقليل حده الالام الموجوده عن طريق الاصابه. احنا عايزين بقى نتكلم بقى بالشكل الثاني اللي هو العلاج او التاهيل المائي. تمام. ده حاجه ابتدت من فتره يعني من حوالي 10 سنين شغاله. يعني هي لسه جديده في مصر يعني. بالظبط. وكانت موجوده في مستشفيات القوات المسلحه اللي اتشرفت ان انا عملت باحدى المراكز فيها، مركز العجوزه. تمام. شكل الميه بيبقى حمام سباحه بسين او حوض ميه مجهز. بيبقى مجهز بادوات تعقيم وهو غالي. وفي سخانات ميه بحيث ان الميه تكون تحت درجه حراره عاليه. سخنه. سخنه. بالظبط. عشان تساعد على الاستشفاء طبعا وتنشيط الدوره الدمويه. تمام. بفكره بسيطه اللي انا عايز اوضح للجمهور، طبعا مريض الجلطات بيحصل عنده ضعف في العضلات وفي حالات بتوصل للشلل. امراض زي العمود الفقري. تمام. سواء خشونه، سواء سكليوزيس اللي هو الاعوجاج للعمود الفقري، سواء انزلاق غضروفي. تمام. طبعا بتاثر على حركه الرجلين والايدين، وساعات المريض ما بيقدرش يمشي برضه بيصاب بشلل. تمام. نتيجه العمود الفقري. فالفكره بكل بساطه ان الميه استخدموا المعالجه بتاعتها، الخصائص بتاعتها الفيزيائيه والكيميائيه، ان هي قانون الطفو بتاع جسم الانسان. فبدايه من الميه المريض بيبقى جاي ما بيقدرش يقعد، ما بيقدرش يمشي. بمجرد ما بينزل حوض الحمام السباحه المجهز ممكن يقدر ان احنا من خلال قانون الطفو ان هو يقدر يقف. طبعا بمساعده الاخصائي. كويس. ممكن اوجهه بعد كده تمشية سواء بالمساعدة الأخصائي أو ممكن لو حالته يعني هي ممكن هو يمشي لوحده، بنشوف إن هو إيه يتحرك نخليه يتحرك. كويس. عن طريق مشي لقدام، مشي للجنب، مشي لورا، تدريبات معينة بنبتدي نشتغل عليها. تمام. فالمية ساعدت المريض بشكل كويس جدا في بداية الإصابة
بعد حدوث مثلا جلطات او بعد حدوث الاصابه مباشره، بنبتدي كنا بنخش على العلاج الطبيعي او العلاج التاهيلي بصفه بدائيه على طول. بتاثر على المريض وبتاخد وقت كبير. تمام. لكن باستخدام العلاج المائي او حوض الميه اللي هو بكل بساطه بيخش، بنبص نلاقي مثلا بعد 6 جلسات او 12 جلسه نلاقي المريض اتحسن. يعني حضرتك عايز تقول ان العلاج المائي حتى في اصعب الحالات بيكون تاثيره اسرع من الطرق العاديه. بالظبط، بيسرع الحاله وبيحسن الحاله المزاجيه للمريض، ان هو بينزل في حوض ميه سباحه بيبقى قاعد. تخيل كده من اول جلسه واحد جاي على كرسي مش قادر يتحرك، ولما جرب ما ينزل الميه لقى نفسه بالمساعده وقف، بالمساعده اتحرك مشي. تخيل دي بالنسبه لنفسيته هتبقى عامله ازاي؟ نفسيا هتفرق طبعا. فطبعا ساعدت مريض الجلطات، سرعت الوقت بتاعه. ساعدت مريض امراض العمود الفقري بالكامل. تمام. اصابات الركبه، تاهيل اصابات مفصل الحوض، كل ده بيتم داخل ايه؟ الميه. ان احنا بنعمل تدريبات مختلفه سواء طريق المشي في الميه. طب هو الجزء المصاب كابتن هو اللي بينزل في الميه، جسم الانسان ولا الجسم ككل؟ الجسم ككل بيتسقط. بينزل جوه حوض حمام السباحه. تمام. ده الشكل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، هو كعلاج مائي اللي هو بيتم داخل حوض السباحه او الحوض المجهز. تمام. طيب ناخد تليفون. اتفضل. سياده العميد، سياده العميد دكتور وائل السعيد. وائل الصعيدي، ماشي. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيك. حضرتك شرفتنا. سعيد عليك ويا رب وعلى مصر جميعا. وعليك ان شاء الله، كل سنه وانت طيب. موضوع الحلقه موضوع شيق جدا. معانا الكابتن حسام النهارده كده، قلنا نستغله بقى ونعرف الناس شويه معلومات عن العلاج. ده نجم نجم ما شاء الله عليك. صباح الخير على سيادتك يا سياده العميد، وشرفتنا بالاتصال حضرتك. ربنا يخليك. واحنا طبعا حضرتك من الاوائل اللي احنا عايزين نستشهد بيها في العلاج المائي، لاني ما خدش حقه في دور الاعلام للاسف. والله العلاج المائي هو 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 مش حاجه جديده، هي حاجه موجوده من قديم الازل، لكن استحداثها في طبعا في التمارين والتقنيه. تمام. وشكل البول وايه اللي بيأدي للمريض. تمام. وميزه العلاج المائي ان هو المريض عندنا طبعا بيفقد جزء كبير قوي من وزنه عشان الجاذبيه. تمام. فده بيتيح له بقى اذا كان هو مريض لا قدر الله مثلا عنده ضعف في العضلات او شلل. تمام. فالمريض دوت بيقدر يعمل تمارين ما يقدرش يعملها بره. تمام. تاني حاجه ان العلاج المائي بيبعد كل المفاصل عن بعضيها، فاي رياضه او اي تمارين بيبقى فيه شويه كومبريشن على المفاصل، وده يعمل له ايه؟ مور تروما. تمام. العلاج المائي بيبعد كل المفاصل عن بعضيها وبالذات العمود الفقري، فبيفيد برضه من في مريض الالم ومريض الذكر الغضروفي وكلام من ده. تمام. احسن تقويه واحسن تاهيل هو للعلاج المائي، وكمان للعيبه مش شرط يكون بقى مصاب. تمام. بالظبط. تمام. مع حضرتك. تمام. دكتور ده معلومات حضرتك قيمة جدا، انت المفروض كنت تكون موجود معانا النهارده كمان. احنا بنتعلم منكم والله. لا ان شاء الله. لا يا فندم، ده ان شاء الله حضرتك هنستضيفك بعد كده طبعا بقى عشان نتكلم بشكل اوسع، عشان خاطر نوضح اهميته للناس. شرفتنا يا فندم. شرفتنا يا دكتور، شرفتنا يا استاذ عمرو. شرفتنا. شكرا. شكرا. اتفضل يا كابتن. طبعا يعني دي شهادة سيادة العميد وائل الصعيدي، ده رئيس مركز زايد العلاج الطبيعي والتأهيل. راجل عالم من اعلام العلاج الطبيعي، فاحنا بنستشهد بيه يعني عشان خاطر خبرتنا والتعامل معاه. طبعا دي كلمته ودي وضعه. فاحنا بنتكلم بقى عن العلاج المائي، ان احنا عايزين نفيد المرضى سواء زي ما احنا قلنا سواء مرضى او كمان بيشمل التأهيل للانسان السليم. للسليم بالظبط. احنا مش لازم نستنى ان الاصابه تحصل او المرض يحصل عشان اخش اتعالج. حلو. الوقايه خير من العلاج. حلو. الميه دلوقتي لما احنا بنستخدمها كحوض سباحه، طبعا الناس احنا اصلا من العادات ان احنا حمام السباحه او البحر الناس بتعمل فيه تدريبات، بتطلع منها تلاقي نفسها جسمها مستريح، حالتها النفسيه المزاجيه مستريحه. فده الشخص السليم ممكن نساعده ان احنا نعرفه التدريبات داخل حوض الميه السباحه، مش السباحه بس. تدريبات بقى اللي هي تتعمل اللي هي دي اللي بيسموها كابتن التدريبات الاستشفاء. بالظبط. تدريبات الاستشفاء ما بعد الاصابه او بعد او سواء او بعد مجهود. كمان بيخش فيه جزء ان احنا ممكن يتعمل مساج داخل الميه السخنه. ده بيساعد على الاستشفاء وسرعه ايه ان العمليه الاستشفائيه تبقى بطريقه ايه بشكل اسرع. تمام. تمام. طيب كده احنا خدنا نبذه سريعه عن موضوع العلاج المائي. تمام. قريت كده وعرفت ان في اكسبريشن معين اسمه الكايرو بيتك. تمام. ايه بقى الكايرو براتيك؟ ده جزء هنقول عليه مسمى الكايرو براتيك. هنقول عليه المعالجه اليدويه.
او التقويم اليدوي. انا كمشاهد عادي عايز افهم المصطلح بشكل مبسط وافهمه واعرفه. طيب تمام، احنا هنتكلم بشكل بسيط عن الكايروباتيك او المعالجه اليدويه او التقويم اليدوي عشان برضو سواء المشاهد عارف او مش عارف، يبقى احنا ايه بنقول الاسامي او المصطلحات بتاعته. كويس. ده جزء خاص بتدليك منطقه الفقرات العمود الفقري. العمود الفقري في جسم الانسان مشكله جامده جدا. بيتحكم في جميع اجزاء الجسم، عضلات الجسم، بيتحكم في الجهاز العصبي طبعا، بيتحكم في طبعا. فطبعا لما بيحصل مشكله في العمود الفقري في اي فقره من الفقرات، سواء الفقرات العنقيه كل الجسم الظهريه، تاثر على حركات الذراعين، حركات الرجلين، الاطراف. بالظبط صحيح. فاحنا في المعالجه اليدويه او الكايروبراتيك بنركز على جزء بتاع العمود الفقري. لان لو قدرنا نحل مشكله بتاعت العمود الفقري، طبعا نتيجه الدراسه التشريحيه ان احنا عارفين الفقرات العنقيه بتاثر على ايه بالظبط، سواء فقرات عضلات الايدين او عضلات الرجلين، فاحنا بنبقى عارفين ايه المنطقه بعد الكشف طبعا واجراء الفحوصات اللي محتاجه علاج على المريض. بنشوف ايه الاعراض الموجوده عنده. طبعا المريض بيشتكي من فقرات، من تعب في ايديه، تعب في رجليه، في تنميل، في صداع، في دوار، في كذا حاجه. بنبتدي ناخد تليفون. اتفضل يا فندم. كابتن منتصر. اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ صباح الخير كابتن منتصر. معاك كابتن منتصر، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. دلوقتي انا عايز اعرف بس بالنسبه للاصابات الشائعه في الاسكواش اللي هي الظهر والمفصل ومفصل الكتف والحاجات دي، عندنا في الاسكواش مثلا الارض بتبقى صلبه قوي، فالحاجات بتبقى في المفصل مثلا بتاعت الرجل الموضوع بتبقى الاصابات كتيره قوي، عايز اعرف ايه العلاج المائي مثلا في الحاجات دي؟ العلاج المائي ممكن تتعامل معاها ازاي يعني؟ صباح الخير على حضرتك كابتن منتصر ونورتنا. شرفتنا يا فندم. العلاج المائي بيفيد اصابات الاسكواش بشكل طبيعي، لان طبعا اصابات الاسكواش بتتمثل في اغلبيتها في عضلات الظهر، بتستخدم في مفصل الحوض، مفصل الركبه، مفصل الكتف، دي اصابات كلها شعه بيتم تاهيلها داخل حوض الميه. كويس. وعن طريق عمل تدريبات التاهيل اليدوي اللي هي بتتعمل بره بتتعمل جوه الميه. ليه؟ لان الميه زي ما قلنا قانون الطف بيساعد جسم الانسان ان هو يؤدي الاداء بشكل احسن. كويس. وخلال التدريبات بتبقى مش الاداء بس اللي بيتحسن، لا المقاومه كمان، مقاومه عضليه، يعني اداء ووظائف. بالظبط. بيبتدي يرجع الوضع العضو بيبتدي يتحسن وتبتدي يستعيد نشاطه تاني. تمام. بشكل اسرع وشكل احسن. تمام. طبعا باستخدام برامج التاهيل المختلفه. تمام. بس احنا كبدايه بنبتدي في الاصابه ان احنا نبتدي نعالجها بالميه، ده كويس. شكل بياخد شكل اسرع وشكل احسن. كويس. وبيساعد على الاستشفاء بطريقه سريعه. زي الفل. تمام. طيب نرجع للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل التليفون كابتن منتصر. تمام. اللي هي العلاج الكايروباتيك. الكايروباتيك. تمام. ده بقى يعني انا ايه الحالات اللي تستلزم العلاج بالطريقه دي؟ تمام. احنا طبعا زي ما قلنا موضوع العمود الفقري بينتج عنه امراض كتير. من اخطر حاجه فيها اللي هي حدوث شلل جنب من اجناب الجسم. طبعا لما بنستخدم الكتف براتيك احنا دلوقتي في امراض في العمود الفقري زي الخشونه، زي الانزلاق الغضروفي، زي عرق النسا. دي حاجات طبعا مريض العمود الفقري لما بيحصل له حاجه مشكله بيعتبر ان الحياه قدامه خلاص كده مفيش امل. كويس. فاحنا بنقول له في امل من خلال الكايروباتيك، ان العلم الحديث دلوقتي بيعتمد على وسائل التاهيل الطبيعيه. بيحاول يبعد عن المسكنات، بيحاول يبعد عن العمليات الجراحيه لان بيبقى ليها خطوره ومشاكل. احنا بالعكس بنستخدم الكايروباتيك موجه عن طريق مساج واماكن وشغل معين في المساج، مش المساج العادي، بيبقى مساج معين. يعني النقطه كلها بتبقى من خلال العمود الفقري. العمود كل التركيز بيبقى على العمود الفقري. العمود الفقري بشكل يدوي. بشكل يدوي. والعلاج بيكون محدد في منطقه معينه. بالظبط. وممكن نعمل كمان من خلاله، مش شرط بس ان انا اعمل للشخص المريض، ممكن عشان احسن الوظائف. يعني انا مش تعبان بس ممكن اعملها. بالظبط. اعملها عشان خاطر احسن وظائف الجسم. تخيل الشخص لو عمل جلسه واحده من الكتف براتيك على جسمه، تخيل مره في الاسبوع هيبقى شكله عامل ازاي، صحته احسن، مش هيحتاج، ممكن ما يحتاجش ان هو حتى لو ما قدرش يلعب رياضه يعملها. هو احنا اهو فيديوهات كمان معروضه معانا بتاعت زي ما احنا كابتن حسام. احنا هنا شغالين على منطقه الضهر بطريقه معينه زي ما احنا شغالين كده عشان خاطر نزيد اي
ضغوطات على الفقرات. دي القصه بتاعت العمود الفقري اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دلوقتي. بالظبط اه. وطبعا بياخد اشكال معينه مش شرط يعني، سواء بالنوم سواء طبعا لو فقرات عنقيه بيبقى المريض قاعد بنبتدي نشتغل عليه بطريقه معينه بالشكل ده كده. بالظبط دي في الوضع ده، احنا هنا المريض نايم بنعمله تاهيل على منطقه العمود الفقري عشان خاطر عنده هو مشاكل في الفقرات القطنيه والفقرات الظهريه، فبنبتدي نحل المشكله دي من خلال زي ما احنا شايفين اوضاع معينه للجسم وشدات معينه، وزي ما بيقولوا بطريقه بسيطه طقطقات معينه عشان خاطر نبتدي نشيل المشاكل دي، سواء ضغط على العصب، سواء على الانسه، سواء خشونه في الفقرات، السكليوزز اللي هو اعوجاج العمود الفقري. وطبعا ده كان مشكله جامده جدا، وابتدت تنتشر اعوجاج العمود الفقري ده، حاجه ابتدت تنتشر دلوقتي في الاطفال نتيجه القعده الغلط، نتيجه المشي الغلط في الاطفال. احنا بيجينا اطفال 6 سنين و8 سنين و10 سنين عندهم اعوجاج في العمود الفقري. لا نقف عند النقطه دي. اتفضل. نعرض قصه الاطفال. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع يخص شريحه كبيره جدا من الاطفال، وممكن يكون في اسر كتيره جدا بتفتقد الوعي في الامور اللي زي دي. تمام. بما ان حضرتك اثرت النقطه دي، انت بتقدم نصيحه للاسر، يعني انا دخلت لقيت ابني قاعد بشكل معين، اعرف منين انه قاعد غلط او بالزبط. ممكن القعده دي تتعبه. حضرتك انت اثرت نقطه مهمه احنا كنا عايزين نتكلم فيها من ضمن التاهيل. ان انا دلوقتي مش لازم استنى المرض يجي. لا، او الطفل يحصل له تشوهات في العمود الفقري بالزبط. نتيجه اوضاع كتير غلط. اولا القعده، الاطفال دلوقتي اغلبيتهم بيقعدوا القعده بتاعته موطي ظهره، او الكبير او الشخص الكبير، مش عشان برضه ما نلومش الطفل، اغلبيه الناس اغلبيتها دلوقتي بتقعد القعده لازم بالزبط. ده بيعمل حاجه اسمها اسكليوزس، اعوجاج للعمود الفقري وانحرافات. فاحنا عشان نصحح ده احنا اولا نبتدي من السن الصغير النشأ، لان لو هو طفل صغير وعلمناه الاوضاع السليمه في القعده ماسكه التليفون، يعني الطفل بيبقى معاه تليفون دلوقتي وهو صغير 4 5 سنين. تمام. دي مشكله. صحيح. الطفل ماسك التليفون وقاعد عامل كده وعمال يلعب، ده غلط. بالظبط. بيبهدل العمود الفقري كله، سواء من الفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه، كل ده بيبهدل، تبقى معاناه كبيره جدا. بالظبط. فاحنا عايزين طبعا دي من ضمن برامج التاهيل اللي هي بتتعمل، ان احنا نزود الوعي في التاهيل، مش شرط بس للمرضى، لا ده احنا نبتدي من حاله استجابة. يعني العلاج المائي ما بيقتصرش لا على عمر معين ولا على فئه معينه. لا لا بيشمل كله. يعني ممكن الاطفال يتعالجوا علاج مائي عادي. علاج مائي طبعا، واطفال الشلل الدماغي. الشلل الدماغي والسي بي. معلش يا كابتن، هو موضوع الناس المصابين بالشلل الدماغي يعني تقريبا فاقدين معظم السيطره على نفسهم، هيفيد بايه طيب؟ هيفيد بايه؟ اولا المريض ما ينفعش يتساب. يعني ده يعتبر مريض ما ينفعش يتساب. ليه؟ لان هيحصل له مشاكل اكتر، عضلاته هتتياب بالزياده، مش هيقدر حتى اللي بيخدمه مش هيقدر يخدمه. يعني العلاج المائي بيحافظ على الاقل على الوضع الحالي ليه، الوضع الحالي بيحسن منه. وفي مرضى في مرضى بتقدر تتحرك وتتحرك بقى، ما كانش يقدر يحرك ايده بيبتدي يحرك ايديه، يحرك جذعه بيستفيده بطريقه جامده. زي ما احنا شايفين الفيديو الثالث ده خاص بتقوية. ده ايه ده يا دكتور؟ ده برضه خاص بالتقويم اليدوي على منطقه الرجلين. ده الكايروباتيك ده؟ خاص برضه بالكايروباتيك عمود فقري، وبرضه بنشتغل على تقويم للمفاصل عامه. بنشتغل زي ما احنا شايفين كده بحركات معينه على مفصل الفخذ ومنطقه الرجلين، وده بيساعدنا برضه، التدريبات دي بتساعدنا على تاهيل العمود الفقري، جزء من الفقرات القطنيه والعجزيه والعصوصيه. من خلال التدريبات دي، يعني تدريبات. مش تدريبات للرجلين بس. احنا بنعمل الاوضاع دي عشان خاصه بالحوض والفقرات الاخيره من العمود الفقري. بالظبط، عشان خاطر نعمل تحسن فيها للوظائف نفسها على حسب المشكله اللي موجوده. كويس جدا. زي ما احنا شايفين ده بتبقى في جلسات متتابعه دي مثلا يا كابتن، ولا طبعا يعني ليها عدد مرات، ولا على حسب الحاله؟ على حسب الحاله بتاعتنا. يعني انا حالتي مثلا تستدعي جلستين 3 4 5، انت اللي حضرتك بتحدد القصه دي. بالظبط، بنحددها عن طريق الحاله، نشوف ايه النوع المطلوب ليها، سواء عدد الجلسات، عدد الشغل اللي احنا هنشتغل عليه، هنشتغل ايه طبعا عن طريق اجراء الكشوفات والفحوصات طيب كابتن حسام، الحالات اللي امتى اقدر اقول ان الحاله دي تستدعي تدخل بالعلاج المائي، او مرحله اصعب مثلا دخلت في مرحله اعلى، ان هي مثلا تدخل لا قدر الله جراحي، امتى اقول
يعني لما 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 احس بايه يعني ما استناش على نفسي واجري عليك على طول اجي لك. طبعا بتبقى حصل الاعراض يعني حصل نوع الاصابه حاجه زي اللي مثلا العمود الفقري. امتى نقول للمريض روح اعمل عمليه وامتى نقول له نستخدم العلاج المائي والعلاج الطبيعي التاهيلي؟ تمام. عمليات بتختص في حاله ان المريض يفقد السيطره على البول. يفقد فيه يحصل سقوط القدم فدي ساعتها ما ينفعش معاه حاجه، بس بنرجع بعد ما يتعمل له العمليه للعلاج المائي والعلاج التاهيلي. فالعلاج المائي والعلاج التاهيلي داخل في كل حاجه، سواء المريض هيعمل عمليه او مش هيعمل. يعني مرضى الجلطات مريض جات له جلطه اتلحق وخد المذيبات بتاعتها وحالته حصلت له عمليه ضعف العضلات، ما بيرجعش او بياخد العلاج بتاعه وبيعمل العلاج التاهيلي والعلاج المائي عشان خاطر نحصل الموضوع ده زي الفل. احنا النهارده خدنا معلومه، كان معلومه سرعه كده. تمام. على وعد ان شاء الله باذن الله هتكون في سلسله مع كابتن حسام جمعه، هنبدا بشرح كل حاجه بتفصيل ان شاء الله. العلاج المائي علم كبير جدا جدا يعني. هنستغل كابتن حسام معانا ان شاء الله في قرات تانيه وحلقات تانيه كتير ان شاء الله. على وعد هيكون موجود معانا في حلقات تانيه باذن الله في القريب العاجل ان شاء الله. حابب اختم حلقتي معاكم النهارده بخبر حلو يعني بيخص اهالي دمياط شويه ان شاء الله باذن الله. في حد هناك اسمه اسامه لبن. ده راجل ده جزار، فعامل مبادره كده جميله، عامل كيلو اللحمه 100 جنيه وبيبيع بقى اضاحي باسعار مميزه واسعار مخفضه واسعار مبسطه عشان الناس تقدر الغير مقتدره والغير مستطيع ان هي تقدر تعيد. احنا عارفين كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى ده معروف ان هو عيد الاضاحي واللحوم يعني. احنا بنشكره من خلال برنامجنا، واحنا بنتمنى كل الناس اللي عنده الناس اللي عندها المقدره ان هي تبادر باي حاجه تخصها في اي مجال على فكره، مش في مجال معين، ان هي تاخد نفس الحزو بتاع المعلم اسامه، وان شاء الله باذن الله نكون في تقدم وازدهار دايما بمصر بشعبها بقياديتها بجيشها وبنسبه الجيش. تحيا مصر، وان شاء الله النصر لينا باذن الله باذن الله. في نهايه حلقتنا انا احب اشكر كابتن اسامه جمعه صاحب مركز الحسام. ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك هتكون معانا موجود في اوقات تانيه كتير ان شاء الله. شرفتونا والوقت عدى بسرعه، ان شاء الله على وعد اللقاء الجاي الخميس الجاي باذن الله زي النهارده في نفس الوقت وحلقه جديده من برنامجكم القهوه ان شاء الله. حضرتك